أفاد مصدر أمني في البصرة اليوم الثلاثاء باندلاع حريق كبير في محطة أفاز بحقل الرميلة الشمالي. وقال المصدر أن الحريق اندلع في محطة NGL الغازية في حقل الرميلة الشمالي في البصرة، وتوجهت فرق إطفاء عراقية وأجنبية إلى مكان الحادث لإخماد الحريق. وأضاف المصدر أن فرق الإطفاء تكافح للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها إلى المنشآت المحيطة في الحقل. بدوره أكد مسؤول محلي أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق في وقت قياسي واستطاعت إخماد النيران، مبينا أن سبب الحريق هو خروج أحد صمامات الغاز عن العمل، وإشارة إلى أن لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية باستثناء الأضرار المادية التي لحقت بموقع العمل، موضحا أن قرابة 20 فرقة أطفاء شاركت بعملية إخماد النيران المشتعلة في المصفى. بردا وسلاما على أهل العراق يا رب العالمين.